فالمستضافين الليل يا مروان شاس خربتك ليسيا انت طفلة. مرويز مويرو فيت كدرا انتني فيت ايرو جي افكون او من تيوت ام فريتن هاني سو اف ان اف انجينيين سو تونو او اف اي او نو افور كنجيب جوي سو او ان اف او من اسي جي ان تطبيف او ام شايني قطايت قنصيص من شيس ايدي ساوي نام امك بن يودس او ابن بطري يارشيس بابا باتا ودروس بماهي اسنا نم بن يوت ام متروبوليتيس افانتونيوس بن يوت نيبس كوبوس افايو اوستو نم بن يوت نيبس كوبوس افادانيا نم بن يوت نيبس كوبوس افاسي اودو اوسيو نم بن يوت نيبس كوبوس افافا نم بن يوت نيبس كوبوس افا انيا انوس نم بن يوت نيبس كوبوس افا ارشيليدس شويس اف اي اربتنون أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. ستير وهبن أورو تيرين إيسوس بخريستوس بشير مبنوت يتنخ بيوناف شائنه بيوفا بنوت بيه مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. افرحوا أيها الصدقون بالرب وتهللوا للمستقيمين ينبغي التسبيح من أجل هذا يبتهل إليك كل القديسين في أوان مستقيم. فليرفع في كنيسة شعبه وليبارك على منابر الشيوخ
لأنه جعل نبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الشيطان الرب عن يمينك يا بان الطاهر البابا البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشركائك بالخدمة الرسولية أبين المطران المكرم الأنبا أنطونيوس وأبين الأسقف المكرم الأنبا يوستوس وأبين الأسقف المكرم الأنبا دانيال وأبين الأسقف المكرم الأنبا ثيودوسيوس وأبين الأسقف المكرم الأنبا فام وأبين الأسقف المكرم الأنبا نيانوس وأبين الأسقف المكرم الأنبا أرشليديس الرب يحفظ لنا حياتكم الملك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله وأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنتان كل واحد على قدر طاقته وسافر فمضى الذي أخذ 5 الوزنات وتاجر بها فربح 5 أخر وهكذا أيضا الذي أخذ 2 ربح 2 أخريين وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا يا سيدي 5 وزنات أعطيتني وذا 5 وزنات أخرى ربحتها فقال له سيده حسنا أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك ثم جاء الذي أخذ 2 وقال يا سيدي 2 سلمتني هو ذا 2 أخريان ربحتهما قال له سيده نعمان أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك